عمرك مشيت فرشت في فيلم في السينما وحدك، افطرت في ريستوران وحدك، مشيت كونسرت وحدك، تياتر وحدك، سافرت وحدك براسك، عندك الجرأة انك تعمل حاجة وحدك؟ سيركل نترصد فيهم في العالم اجمع، اخيرا باش يعملوا ايفنت في مصر، ومستحيل مستحيل انفلتوا عشان ما فيش حد ماشي معايا. تعمل عقلك شيهين وحدك براسك، كونسرت وفياج، مستحيل تعمل جو. عموما صورت لكم the whole trip، اقعدوا معايا من الاول للاخر باش تعرفوا شنو صار. ليله الفياج مشيت عملت شعري باش نرتاح منه، وبديت في الباكينج اللي نكرهه كرها جما. وميمة باش تعاوني، زاد دخلتني بعضي هذي دي هذي دي. مك الناس اللي كي نعرف بقى سو بروشتي، حتى لو كان نشوف مثلا على وضع لما نفهمش شنو معناها انا 28 درجة مثلا، كيفاش تعملي نقرر انا من توا شنو باش نلبس انا غادي، وإلا فيست كيما هكا وقتها ديم تعفيرس. انا هذي بخيطة هكا، هذي من اوخ كملت لميت دبشي ولا هو ما كملتش، ورقت ساعتين بالوقت ما نعرفش نرقد لفاي دان فواياج، مريض مرض لطف عليكم. مطارات العالم كلها تعرف وجهي هكا. خرجت طوكيو يتمشى شوية، ومن بعد قصدت ربي للمطار، وهنا تبتدي الرحلة. تعرفها من الناس اللي ماشيين للسيركل بيني. بالطيارة عمل صحاب، شوف ربي عبري محليها راي فارماسيس والبنات ربي كريم. الفلايت قعد ساعة ووصلنا للقصر، شوف الخضار وشوف النيل، السينيري تبدلت كومبليت. نعمل جو نعمل جو. سكل هذا معلش. في المطار لقيت ناس، خديت معهم تاكسي النيل جميل عندكم نظيف. نصيحة لوجه الله، وقت اللي تكونوا في الأقصر تفهموا على سعر التاكسي قبل لا تطلعوا باش تتفاداوا اللي صار. انا رجعت مولا حاسبه واحنا ثلاثة من المرسى بدينا نقطف وعملنا عركة وهبطنا وحاولنا ناخذ التاكسي اخر وتحط المكبشنا وطلعنا. أخيرا نزلوني للوتيل متاعي، كان عندي ساعة بالحساب باش نحضر روحي باش نوصل في الوقت للكونسرت. عرفوني نحب برشا الموسيقى الإلكترونيك، إلكترونيك ميوسك غرامي وعشقي، نحب الطرب ونحب أم كلثوم ونحب وردة ونحب عبد الحليم وكل، أما نحب ميلوديك هاوس ونحب التكنو. ثم لابيل اسمه سيرك، عملوا ستريمين دي سيتس متاع دي دي جي في بلايس انسوليت، في أحلى أماكن في العالم. كان تدخل سور يوتيوب تتلقى برشا دي فيديو في بلايس الدوخ مع موزيكا تفتق، يتعاقدوا مع وزارة السياحة متاع كل بلاد، إن شاء الله يا ربي نشوفوهم نهار في تونس. ساعات يبدأ بالبيبليك ساعات يبدأ بلاش. جاءوا لمصر عام ناول، عملوا مع سيباستيان ليجي وعملوا مع هو ميد هو، وسيتي سان بيبليك. واليوم جايبين ادرياتيك لو ديو دو دي جي ادرياتيك باش يلعبوا في التامبل بتاع حتشبسوت. دونك ايفينمون يفتق، وانا سوبر 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 اكسايتد لي انا باش نحضر ونتفرشي. باش نقعد 24 ساعه يا 48 ساعه انا والجو. كما قلت لكم جيت وحدي وما عندي حتى مشكلة لي أنا نجي وحدي، مانيش باش نطلب حاجة كما هكا على خاطر ما عندي حتى حد يجي معايا. اي بي ربي سبحانه ديما يبعث لي الناس الباهين في ثنيتي، عرفت ديجا وانا جاية تعرفت على واحدة هي وراجلها، وفي الطيارة مع أربعة بنات وكل، دونك سي أموري واضحة أنا عندي مع شكون بعد باش نشتح وباش نقعد وكل. الخضار مشاب ما خير هذا هكا وإلا هكا. وإلا هكا ما خير قولوا لي يا ما. وهذا كان الفاينل لوك، خديت معايا سويت شيرت نلبسه في الليل على خاطر الدنيا تبرد برد جلاس. ميدت هاي ميدت هاي ميدت رانا تعديت لي بالكرنفة. خلنا نوريكم
زحمة يا الدنيا زحمة. تقريبا النص اللي كانوا حاضرين جايين من برا، جاءوا سبيسيال مون للإيفنت. توا الأربعة هما قالوا الدورز ويل بي كلوز مدفوخ. Going to a circle show is a dream that come true. Ya Allah, check. لا مش في أي مكان. مش في أي مكان in the most amazing place. The right vibes. يعني we can't. It's not. It's unexplainable. والله والله أنت اسمك إيه؟ عمر. عمر شرفنا جيجي. شرفنا. Nice to meet you. Hi جيجي. رنا هاي. رنا nice to meet you. رحبي بعض الصحابات. أحليكم أحليكم. لما ناس الغادي زيد يستني وناس الغادي. ربي كريم. الله كريم طبعاً صح. عايشك عايشك. ممكن نوصف لكم قديش أنا محموسة أوتفتس يدوخوا، حبيت نصورهم لكم. كانوا بدعوا أولاد وبنات، أما تليفوناتي اثنين ماتوا وما نحكي لكمش كيفاش صورت باقي الفيديو. نتسلف في التليفونات وإير دروب وكله مصيبة. يا 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 قلبي، شكل معبد وشكل بلاصة وشكل سانسيت واسمع ليك الموزيكا. ايه الامبيانس دو فو يا ربي، ليك الحمد مانيفيك. واو. صارت غريبة في وسط الحفلة، عرفش هل هي الانرجي متاع البلاصة، هل هي عين. سه سه بان تكنيك behind the scenes. المكسر نتاعو حاسينو مهلوب، ضرب رابتيني يجي يعمل فلتر يسكت الواحد. المكسر شعل بالعمل. أما ما طولتش، في دقيقة رجعت الموسيقى كقبل وكل شيء رجع تحت السيطرة. من البروفيسيوناليزم عندهم الكيب متاع سيركل، واو امبرسيف. حتى أدرياتيك رجعوا بإنرجي أقوى من قبل وشي خونا. فكرت لي انا ما كليت شاي من الصباح، والله من الصباح عملت ميلك شيك الصباح وخرجت باش نموت بالجوع. لقيت يبيعوا دي ساندويتش ثلاثه، الناس جايين من كل البلاد، المان على فرنسيس من كل البلاد. حسيت اختم السهرية عمل الكلوزينج عشماوي، مبدع عشماوي دائما وابدا، دي جي مصري. انسيت ما قلت لكمش اللي مستي زاد العب من الاول وكان رائع زيدا. فات السهرية، اللي خذا بوس واللي خذا تاكسي واللي خذا مركب باش يروح. طلبت من فيليب الكوفاوندر متاع ذا سيركل باش يحكي لي على البدايات، كيفاش جات الفكرة وكيفاش بداو وين. ياسر ياسر نحب قصص البدايات، بالاخص كي تولي سكسيس ستوري من بعد. Alors les débuts en fait ça a commencé chez Derek dans son appartement. Il avait lancé la chaîne sur YouTube et il a invité des DJ, il faisait une interview. Et ensuite, il y avait trop de bruit avec les voisins, donc il l'a fait dans une espèce de cave à vin. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés. Moi, j'ai même mixé pour lui parce que j'étais DJ. Il m'a interviewé. Et après, je suis devenu son directeur artistique. Et vu que moi, j'avais quand même pas mal de choses à Paris, on a commencé à faire un peu dans des clubs. Et un jour, il a envoyé une demande à la Tour Eiffel sur le site internet. Ils ont répondu, ils ont dit on a proposé de faire un concert sans public au deuxième étage. Ils ont dit oui, pourquoi pas. On allait faire un repérage. Ils ont accepté, on a fait l'émission, ça a fait des millions de vues et la télé est venue nous filmer
Et après ce jour-là, on s'est jamais arrêté de chercher des lieux insolites dans le monde entier. Wow. Et après, on a monté la compagnie. On a travaillé vraiment très très dur. On descend en France. Et puis après, on s'est... C'est magnifique. C'est un peu comme l'histoire des gâteaux ratés. La recette, par... Oui, voilà, une recette ratée qui donne. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Ça donne une bonne image aux artistes et forcément aussi aux lieux. I'm glad we met again. Soir khir. Nkhamma bnrawah. Nkhamma bnrawah, ma aynish bach nqad nzid nhari ghir. الحقيقة يا ربي ليك الحمد شيخ تتفرهات 24 ساعة كافيين بالنسبة لينا لقصر ما نعرفهاش أول مرة نمشي لها ونحب الحقيقة كون جو لا ديكوفر باش نرجع لها نرجع لها مع الأولاد ويشوفوها معايا ولا ديكوفر فرد وقت عرفت يعيش ايه؟ شمسي يعني ايه؟ يعني بيستوي بيتحط في الشمس وبعدين يتحط في الفرن واو اوكي يعيشك شكرا حبيت نقدم الفلايت نتاعي على خاطر كان منه غدوة ما لقيتش حتى بلاصة في الطيارات كلهم فولي بوكت الحمد لله ومن ألطف الله واحدة من صديقاتي جدد اللي تعرفت عليها البارح مروحة هي وراجلها بالعربية بالكرهبة ديت اثنية معاهم طريق متاع 8 سوايع تقولي ما حسيتش بهم جملة وهذا الكل thanks to the قلوب القلوب اللب كما يسميوه في مصر قصر علي اثنية وسمعت موسيقى بنينة قضيت على كيلو وحدي صدقوني وصلت القاهرة ديزيد غاتي أما فرحانة والحمد لله عملت حاجة ياسر مزيانة كان نفسي فيها كما يقول المصري الحمد لله يا ربي رجعت غسوخسي وإن شاء الله إن شاء الله تقعد عندي الانرجي باش ديما نعمل حاجات جديدة نصور هيلكم ونبرتجيها معاكم ما تصوروش قدين نفرح كي احنا حكي لكم حكايات كيما هكا